على كل شيء قدير مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل أحييكم وأرحب بكم وأجدد الترحيب في هذا المهرجان الغالي والكبير مهرجان ولي العهد حفظه الله وأطال في عمره في نسخته الثانية وفي هذا اليوم في اليوم الثاني المخصص سن المفاريد وسن الصغار سن المتعة والإثارة 2 كيلو هي الحكاية لهذه الشعارات والأسماء انطلق بانطلاقة شوط الخامس للمفاريد ويحمل في طياته القعدان لتزين أرضية هذا الميدان أتقدم مع البداية والعنوان الأول أتابع انطلاقة جندارة وشعار عويد بن ناصر بن قريان الهاجرية ولكن اللي غيرت اللي انطلقت انتصار وسالم بن محمد الفيدة المرية يقدم لنا انتصار وانطلاقة شعار بينما أتابع إذن مشاهدين الكرام أتقدم مع بداية الشوط أنطلق مع الفايز وسعد بن حمد بن فيدة الفيدة المرية ثانيا أتابع الخليج وانطلاقة شعارك يا القبعان عبد الله بن علي القبعان المرية والاسم القادم وصل الفهد وصل بن فلاج فهد بن فلاج المطيرية اشتد الصراع اشتد النزاع البهد ومبلش ولكن بن فلاج لا يرضى إلا بالفوز إلا بالنماس انطلق المطيرية بدا يغادر في بحر الفوز والنواميس الله يا المطيرية قفل على الشوط روح وغادر مع البهد تهانينا والنماز لشعار فهد بن فلاج بن ناصر المغيرية من خطف ناموس هذا الشوط مع الفهد تهانينا والنماز على هذا الفوز من حل ثانيا شعار جابر بن علي الحرب المري وثالثا ثالثا كان شعار سعد بن حمد الفهيدة المري ورابعا كان شعار عوض بن جخير بن فرج الرزق رابع الأسماء إذن مشاهدين الكرام تهانينا والنماس لمالك الفهد فهد بن فلاج الخيري من خطف ناموس هذا الشوط وكان توقيت الفهد 3 دقائق 3 دقائق ثانية واحدة 48 جزء من الثانية هذا توقيت الفهد لفهد بن فلاج المغير الاعتيب ثانيا كان شعار أدهم كان شعار جابر بن علي الحرب المري وكان توقيته 3 دقائق ثانيتين 8 أجزاء جزء من الثانية أدهم كان مبلش كان مبلش وشعار سعد بن حمد الفهيدة المري والتوقيت مبلش 3 دقائق 3 ثواني جزء واحد من الثانية تهانينا له النماس على هذا رابع الأسماء كان شعار عوض بن جخير بن فرج الرزق وتوقيته 3 دقائق 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية تهانينا له على هذا خامس الأسماء كان الدخول مع الشعار